السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الصابلي، المناسبات، صابلي حفل العقيقة أسبوع، أو للخطوبة او حفل زواج. بقوا معايا تشوفوا المكونات. غنحتاجوا ان شاء الله 250 غرام ديال الزبده، غنحتاجوا 200 غرام ديال سكر سنيده، جوج بيضات، 600 غرام ديال الدقيق، شويه ديال الملح والفاني. غنستعملوا هاد الراس ديال العجانه ديال الصابلاج. غنديروا الزبده، ونبقاو نضيفو عليها السكر حبيبات بالتدريج. غادي نضيف البيض، وغنضيف الفاني، وندير قبيصة الملح ما تنساوهاش، ونبقى نحط الدقيق بالتدريج. فالعجينة ديالي، الصابلي ديالي وجد. غادي نخليه واحد ساعتين المكانة في الثلاجة، واحد ساعتين. غنديرو بلاستيك غذائي ونخليه يرتاح. من بعد غنديرو كويرات، وغنبدا نخدم كل كرة بوحدها. بالنسبة للأشكال، ممكن أي شكل عندكم تقطعوا به. أنا غندير هذا ديال ينغوب فستان، كيجي على شكل فستان، كيجي زوين الشكل ديالو. ممكن يعني اللي عندها شي خطوبة أو شي حفل زفاف ممكن تستعمل هاد الديزاين. هذا كيجي زوين وراقي في الشكل ديالو. غنست في الصابلي ديالي في اللاطة، ندخلو الفران. الصابلي كيبغي تردو له شويه البال، حيتاش دغيا كيطيب ميتعطلش، وما تخليهوش يتحمر بزاف غير ياخد اللون صافي. وانا عاوتاني غنقطع واحد الشكل اخر اللي هو تقريبا على شكل عادي، يعني ماشي شي حاجه جديده، على شكل وريضه من الداخل او نجيمة. هذا غادي نعمرو بالكونفيتير، غنلصقو. كما كتشوفو ندخل لاطر تاهي الفران. بالنسبة لداك الفستان، غادي ندير له عجينة السكر، من غادي نزينو بعجينة السكر. العجينة عندي في اللون الأبيض، غادي ضروري ندير لها اللون الغوز الوردي. غنطلقها بالدلاك، وغادي نزين الوجه ديالها بهذا المدلك هذا اللي كتشوفو، منقوش فيه على شكل وريدات. كما كيبان لكم في الفيديو، غنبدا نقطع الاشكال ديالي.
كنبدا نلصقهم، كنلصقهم بشويه ديال المربى كونفيتير، ضفت عليه شويه ديال الماء، خففته بالماء، كنلصق الشكل كيف ما كيبان لكم، وكيجي زوين وراقي في المنظر. وغندير له واحد البابيون في الحزام، كيف ما كتشوفوا يجيد لها واحد الجمالية لذاك الصابلي ديالنا. من بعد ما سالي داك الشكل كيف ما كتشوفوا، غادي ندوز ندير الشكل الاخر. غادي ندير شي سكر كلاصي على الوجه ديال الصابلي. بالنسبه للحشوه درت مربى الفراوله، الكونفيتير ديال الفريز، ضفت عليه شويه ديال الجلوكوز ودرته فوق العافيه، غير تقل لي شويه وبديت كنلصق به الصابلي ديالي، حتى هو كيجي زوين. وهاد العجينه ديال الصابلي ناجحه 100%، وكتجي هشيشه ماشي داك الصابلي القاسح. وغنشارك معكم حتى الصابلي ديال حفل العقيقه او السبوع اللي درت فيهم هاد الاشكال. سمحوا لي الفيديو ديال الصابلي ديال العجينه، ما فاش قطعت الاشكال ديال العجينه ما صورتوش. يمكن كنتمنى يكون الشكل واضح، هي نفس العجينه اللي خدمت بها الصابلي كامل. صافي قطعت كيف ما كتشوفوا هذا الصابلي ديالي من بعد ما طاب، يعني هو الطريقه باينه الصراحه وواضحه. هذوك المطابع اللي كنطبع بهم راه موجودين يعني كيتباعوا. صافي وكناخذ الاشكال اللي انا قطعت وكندهنهم ب كيف ما قلت لكم، درت الكونفيتور خففته بالماء وكنلصق عليه. درت تيشيرت ديال البيبي، درت فيه جوج لوان، درت اللون الازرق والابيض، ودرت الحصان درته حتى هو بالازرق وبالابيض، ودرت البوسيت الكروسه درتها حتى هي بالازرق وبالابيض، لانه السيده اللي صايبت ليها الصابلي عندها واحد الوليد، تزاد ليها وليد. و كيف ما كتشوفوا الاشكال كتجي زوينه ورائعه الصراحه، المنظر ديالها كترتاح للعين. ونتمنى تجربوهم لانه صراحه كيجيو زوينين بزاف. واللي بغى يدير الالوان البينك الغوز ولا الغوز والابيض بالنسبه للبنت، والزرق والابيض بالنسبه للولد. وهذه الاشكال اللي صايبت، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وشوفوا هذا الفستان كي كيجي غزال، كيجي زوين بزاف. ممكن ديروا فيه الابيض، ممكن ديروا الابيض والغوز، يعني الواحد يتفنن، ممكن ديروا الوان اخرى عادي. المهم عجينة الصابلي ناجحة 100%، كتجي زوينة بزاف، كنتمنى تجربوها. وشكرا لكم بزاف، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.